كل دونتي عنده صفات وميزات خاصة به تخليه ديما يلوج على حاجة جديدة. كل تونسي عنده نظرة وأحلام تخليه يبني مستقبله بيديه. وفي وقتنا هذا روح المبادرة والإبداع في الأفكار هما القادرين باش يقدموا بينا القدام. تحلنا الفرص وتحللنا أفاق جديد. كل حل بالأساس هو فكرة، وكل فكرة هي فرصة، وكل فرصة هي حلم. وبالثقة في النفس وبالعزيمة نجمو نتخطاو برشا صعوبات ونحاولوا خيالنا لحقيقة. كل فكرة تجيب فكرة، وكل فرصة تولد فرصة، ومنفعتها ترجع لنا بالخير. وبفكرة أمننا بها طورناها وجعلنا منها مشروع نجمنا نفتحوا بها عديد الآفاق. اليوم برشا تواسة توفرت لهم فرصة، وكل واحد فيهم القى اللي حاجته بيه ووفرنا له حق الاختيار. وبالطبيعة احنا زادا نجحنا وكثر عدد المستشارين في موقعنا، وكل نهار يتعدى مشروعنا يزيد يكبر ونجحنا باش نكونوا شبكة كبيرة. وهذاك اللي خلانا نحلوا برشا فروع في برشا جهات من الجمهورية التونسية. وماضينا صنعنا مستقبلنا وعملنا سيت انترنت وجمعنا فيه كل عروض الشغل الصغير. صحيح الامور ما مشاتش مليح وعرضونا برشا مشاكل، لكن صبرنا وتعبنا وسهرنا الليل